اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا غدا بشأن سد النهضة لتقييم مسار المفاوضات بعد اختتام الاجتماع الرابع دون اتفاق. رئيس الوزراء يتابع ملف الميكنة والتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية وبرامج تدريب الموظفين. أكثر من 100 وفاة بكورونا في إيران خلال يوم واحد، ومخاوف في الصين من موجة ثانية للوباء مع تزايد الإصابات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى ساعة إخبارية شاملة على شاشة النيل الأخبار. عقد أمس الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع غدا الاثنين لتقييم مسار المفاوضات. وقد عكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام التعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي. وأكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بوجود حياة تمس أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية، وخاصة في مجال الميكنة وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا كل ما يتعلق بملف تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة. كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون الانتقال مصحوبا بتنفيذ ميكنة كاملة لكافة أساليب التواصل بين الجهات وبعضها البعض، وإجراء رقمنة وحفظ لمختلف الوثائق والبيانات الحكومية إلكترونيا. أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه لن يتم إخراج قانوني الشيوخ والنواب إلا بالتوافق بين النواب، وكذلك تحقيق توافق الرأي العام عليه. وأشار عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس إلى أنه خلال 73 ساعة سيتم الانتهاء من مناقشة قانوني مجلس الشيوخ والنواب، وكذلك تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة الدولة 2020-2021. ولفت إلى أن المجلس يعمل في ظروف صعبة للغاية، ولكن المطلوب هو مناقشة قوانين كثيرة تهم المواطن في المقام الأول. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 حالة وفاة، كما أعلنت عن خروج 421 من المصابين من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالة حتى اليوم. بذلك يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا إلى 42980 حالة و 1484 حالة وفاة. تواصل وزارة الداخلية جهودها لإقرار الأمن في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال شن العديد من الحملات الأمنية في المحافظات كافة. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، واصلت فيها أجهزة الوزارة المشاركة في تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. جهود لم تسن القطاعات الأمنية عن تفعيل العمل الميدانية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية. حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية،
ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية. تم ضبط 111 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1277 قطعة سلاح ناري، من بينها 219 بندقية و118 بندقية آلية ورشاش جرينوف و76 مسدسا و862 فرد محل الصنعة، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 3018 طلقة متنوعة، إضافة ل 1441 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ عدد 1751 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الري والصرف، مجرى نهر النيل، بنطاق 23 مديرية أمن، إضافة إلى ضبط عدد 1862 شخص بإجمالي عدد 1757 مبنى لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 506,863 حكماً قضائياً، من بينها 2,218 حكم جناية و173,718 حكم حبس و257,247 حكم غرامة وثلاثة وسبعون ألفا وستمائة وثمانون حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 24 تشكيلا عصابيا ضموا 65 متهما قاموا بارتكاب 161 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 24 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 38 متهما، كما تم إعادة 16 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 80 قضية بإجمالي 92 متهماً بمضبوطات تجاوزت 13 طن. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1139 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1258 متهماً، وبحوزتهم أكثر من 135 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 169.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 20 كيلوغرام، إضافة إلى قرابة 19 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 425,242 قرص مخدر. وتواصل وزارة الداخلية بذل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون. اتخذت الحكومة الجزائرية مزيداً من الإجراءات لتخفيف القيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا، وأنهت السلطات اعتباراً من اليوم حظر التجول في 19 ولاية وقلصت ساعاته في الولايات 29 المتبقية بما في ذلك العاصمة الجزائر، حيث سيبدأ من الساعة 8 مساءً وحتى 5 من صباح اليوم التالي بدلاً من 7 مساءً وحتى 7 صباحاً. واستأنفت الحافلات وسيارات الأجرة في المناطق الحضرية خدماتها بعدد محدود من الركاب، إذ يتعين على سيارات الأجرة ألا تقل أكثر من راكب واحد، كما تم إعادة فتح بعض الشركات مثل متاجر الملابس والأحذية وتأجير السيارات وصالونات تصفيف الشعر.
كذلك بدأ العراق اليوم تطبيق حظر تجوال جزئي في بغداد وجميع المحافظات، وتوعدت السلطات المخالفين للإجراءات الوقائية بعقوبات صارمة، ويبدأ الحظر من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 6 من مساء اليوم التالي. وقد أقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في البلاد عددا من التوصيات بشأن حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما ارتداء الكمامات ومنع التجمعات العشائرية والدينية والاجتماعية، فضلا عن تحديد عدد الركاب في السيارات والعاملين في المحال التجارية. أعلنت إيران اليوم تسجيل أكثر من 100 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ شهرين. وذكرت متحدثة باسم وزارة الصحة أن السلطات الصحية أحصت 107 حالة وفاة جديدة جراء وباء كوفيد-19، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى 8837 حالة وفاة في البلاد. تعد إيران الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في الشرق الأوسط. هذا وقد أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 430 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وسجلت أكثر من 7,800,000 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررا، تليها البرازيل بنحو 42 ألف وفاة، وحلت المملكة المتحدة ثالثا بأكثر من 41 ألف وفاة. سجلت الصين اليوم 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة يومية هي الأعلى منذ إبريل الماضي، وأمرت السلطات الصينية بفرض عزل طارئ على 11 حيا في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة للفيروس. تتزايد المخاوف في الصين من موجة ثانية لفيروس كورونا بعدما سجلت 57 إصابة جديدة في حصيلة يومية هي الأعلى منذ إبريل. لجنة الصحة الوطنية الصينية قالت إن 36 من تلك الإصابات الجديدة هي حالة محلية سجلت في بكين، ما دفع السلطات إلى فرض عزل طارئ على 11 حيا في العاصمة بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد. وأعلن المسؤولون في منطقة فينجيتاي وضع آلية حرب لمكافحة الموجة الجديدة بعد تسجيل عشرات الإصابات بكوفيد-19 في محيط سوق تشيفاندي في بكين. وأغلقت السلطات السوق وكذلك سوقا آخر لبيع ثمار البحر كان قد زارها مصاب من أجل تعقيمها وأخذ عينات، كما أغلقت 9 مدارس ودور الحضانة في محيط المنطقة أيضا. وأرجى سلطات المدينة عودة الطلاب في المدارس الابتدائية التي لم تستأنف الدراسة بعد. تم إجراء اختبارات الحامض النووي على 1940 شخصا في هذه الأسواق، ومن بين 517 عينة تم جمعها من سوق شينفادي تم العثور على 45 حالة إيجابية، في حين تم اكتشاف حالة إيجابية أخرى في عينات من سوق للمنتجات الزراعية في حي هايديان في بكين، وكانت هذه الحالة على اتصال وثيق مع حالة الإصابة المؤكدة في سوق شينفادي، ولم تظهر أعراض المرض على جميع الأشخاص البالغ عددهم 46 شخصاً، وهم يخضعون حالياً لإدارة ومراقبة صارمة. وهز اكتشاف الإصابات المحلية الجديدة البلاد، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في الأول من ديسمبر الماضي، وتم تطويقه بفضل إجراءات حجر صارمة جدا فرضت في العديد من دول العالم في وقت لاحق، كما كشفت الصعوبات التي يواجهها العالم في القضاء على الفيروس التنفسي. وتأتي عودة القلق إلى الصين في وقت تستعيد فيه دول أوروبية حرية التنقل غدا الاثنين مع كافة دول الاتحاد الأوروبي، في وقت يتباطأ فيه معدل الإصابات في القارة العجوز. أما إسبانيا فأعلنت أنها ستستأنف اعتبارا من 21 من يونيو العمل بحرية التنقل مع كافة دول الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال التي لن تفتح حدودها البرية حتى الأول من يوليو المقبل. مع تراجع مرض كوفيد-19 في أوروبا، تستعيد ألمانيا وبلجيكا وفرنسا واليونان حرية التنقل الاثنين مع كافة دول الاتحاد الأوروبي، وستقوم النمسا بالأمر نفسه الثلاثاء. ففي فرنسا تضاعفت الدعوات في الأيام الأخيرة في البلاد لتسريع عملية رفع تدابير العزل، حيث أودى الوباء بحياة أكثر من 29 ألف شخص، لكن عدد المصابين يتراجع بشكل متواصل. أما إيطاليا التي فتحت حدودها في 3 من يونيو الجاري أمام المواطنين الأوروبيين، فقد تم اكتشاف بؤرتين جديدتين للمرض في الأيام الأخيرة في روما،
الأولى في مستشفى والثانية في مبنى فرض عليه حجر. وأودى الوباء في إيطاليا بحياة أكثر من 34 ألف شخص، فيما دعا رئيس الوزراء جوسبي كونتي إلى إعداد خطة جريئة في مستهل محادثات عبر الفيديو بين قادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع مما وصفه بالصدمة غير المسبوقة التي أحدثها وباء كوفيد-19. وفي بريطانيا قال وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك إن الحكومة تبحث خيارات بشأن مسألة إخضاع زوار البلاد لحجر صحي لمدة أسبوعين، وقد تدخل تغييرات على القواعد المنظمة لذلك. كلنا نود أن نرى عودة رحلات السفر، ونود أن نتأكد من أننا نتخذ كل الإجراءات الصحيحة وأن نراعي كل الاعتبارات مثل اختيار الوقت الصحيح لعودتها وفقا لرأي الخبراء. وكان وزير النقل واضحا جدا في تصريحاته بأنه يدرس كل الخيارات للتأكد من أن عودة حركة النقل ممكنة، كما قدم المواطنون بعض الاقتراحات حول طريقة عودة وسائل التنقل بمرور الوقت. إسبانيا من جانبها أعلنت أنها ستفتح حدودها أمام دول منطقة تشنغن بالاتحاد الأوروبي في 21 من يونيو الجاري باستثناء البرتغال، حيث ستفتح الحدود معها في أول يوليو. كانت الحكومة الإسبانية قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في أول يوليو دون حجر صحي ذاتي، باستثناء جزر البليارة التي قد تبدأ في استقبال السياح الاثنين في إطار برنامج تجريبي. سجلت الولايات المتحدة 734 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 115,000 حسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز. وأفادت بيانات نشرتها الجامعة أن الولايات المتحدة ما زالت تسجل أكثر من 20,000 إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وتجد صعوبة في خفض هذا الرقم. ومتابعة لوضع أزمة كورونا في فرنسا، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس الدكتور محمد السيد كامل، استشاري العناية المركزة والطوارئ. دكتور محمد، بعد التحية، آخر مستجدات أزمة الفيروس بفرنسا مع الدخول على مشارف المرحلة الثالثة من رفع تدابير الإغلاق. مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل العاملين. أهلا بحضرتك. الحقيقة بحييهم تحية كثيرة، لأن أنا شاعر بيهم في الفترة اللي فاتت وإحنا عانينا بيها برضو من شهر مارس لغاية دلوقتي. بالنسبة للمرحلة الثالثة هتبتدي عندنا من يوم 22 يونيو. لغاية دلوقتي من ساعة ما ابتدأنا المرحلة الأولى في يوم 11 مايو، الحالات طبعا زي ما قلت لكم قلت كتير جدا، خصوصا الحالات الصعبة في العناية المركزة. لقينا حوالي 800 حالة بعد ما كنا في أوائل مارس وأواخر مارس 7200 حالة. الحالات اللي في بعض البؤر الصغيرة في منطقة باريس واللي حواليها، لكن لغاية دلوقتي قدرنا نسيطر على الوباء، وهذا ما أعلنته حتى الجمعية العلمية اللي كانت معينة من الحكومة الفرنسية. فالوضع لغاية دلوقتي كويس الحمد لله، وقدرين نسيطر على الوباء والحالات قلت كتير قوي، لكن لازم برضو الالتزام بان احنا الفيروس موجود وفي بعض المناطق فيها الفيروس مشيط، فلازم ناخد حذرنا وان الناس تلتزم بوضع الماسكات والتباعد الاجتماعي وطبعا غسيل الايد بالمحاليل للتنظيف، لان ما زال الفيروس موجود الحقيقه، وفي خوف طبعا لو الناس فضلت يعني تركت هذه الامور ممكن يحصل موجه ثانيه لا قدر الله، لكن احنا بعاد جدا في فرنسا لغايه دلوقتي على الموجه الثانيه. طيب مدى التزام الفرنسيين حتى هذه اللحظه باستمرار الاجراءات الوقائيه والاحترازيه زي ما حضرتك ذكرت، حتى مع تزايد الدعوات لرفع الاغلاق عن كامل فرنسا؟ الحقيقه طبعا في بعض الناس، معظم الناس بتلتزم الحقيقه، لكن برضه في بعض الناس لا تلتزم، وده موجود للاسف في اي مجتمع سواء في فرنسا او غير فرنسا.
وده الخوف، لان احنا بنطلب دايما بالالتزام واتخاذ الحذر، لان الفيروس لسه موجود، واحنا عارفين ان الحكومه هنا في فرنسا بتطالب الناس اللي بتقدر تشتغل في بيوتها انها تشتغل في بيوتها وما تروحش شغل اماكن شغلها الاساسيه. وطبعا في بعض الناس ما بتقدرش تشتغل في بيوتها فبتضطر تروح شغلها. فعشان تساعد الناس الحكومه بتحاول تساعد الناس انها تقعد في بيوتها اكثر وقت ممكن واكثر فتره ممكنه. غير كده احنا عارفين مثلا موضوع المواصلات في فرنسا لازم اجباري وضع الكمامات الماسك، يعني وضع الكمامات ده اجباري وما حدش يقدر يطلع اي وسائل من وسائل المواصلات الا ان يكون وضع كمامه، يا اما يمنع من ركوب المواصلات. ثانيا في موضوع المدارس، في كثير من المدارس لغايه دلوقتي لم ترجع زي الاول. موضوع الجامعات، الجامعات مش هتخش قبل شهر سبتمبر. يعني برضه لسه الحياه لم ترجع زي طبيعتها زي الاول. من ناحيه موضوع الحدود، فرنسا صحيح قررت انها تفتح الحدود مع بعض الدول الخصوصيه في اوائل شهر يوليو، ولكن في بعض الحدود برضه هتكون مش مفتوحه زي ما احنا فاكرين، لان بعض الدول زي بلجيكا واسبانيا لو بعض الناس جم بلجيكا واسبانيا سيتم حجزهم لمده 15 يوم في الحجز اكثر شيء. يعني في بعض الدول ما زالت يعني لان فيها الفيروس لسه مشهور جدا جدا، ففرنسا صحيح هتفتح الحدود ولكن هيبقى في اجراءات مشدده لبعض مواطني الدول بعض الدول الاوروبيه. صحيح. بنشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد السيد كامل استشاري العنايه المركزه والطوارئ من العاصمه الفرنسيه باريس. دعا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب المواطنين إلى الثقة بالدولة رغم الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، متهما أطرافا لم يسمها بتعميق الأزمة في البلاد. ويأتي ذلك بعد تظاهر المئات لليوم الثالث على التوالي رفضا للواقع الاقتصادي المتردي وتنديدا بالطبقة السياسية الحاكمة. بين صراع سياسي وفساد إداري يشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود توقفت معه البنوك عن تزويد عملائها بأموالهم المودعة بالدولار، وخسر عشرة الآلاف رواتبهم أو وظائفهم ليصبح عدد كبير من السكان تحت خط الفقر. حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية اعتبر أن ما يحدث مؤامرة تقودها جهات لم يحددها تستهدف الإطاحة بجهود الحكومة لاكتشاف الفساد والتلاعب بسعر الدولار الأمريكي الذي بلغ 7000 ليرة. كما اعتبر دياب أن ودائع اللبنانيين في البنوك أصبحت مجرد أرقام، إلا أن دياب شدد على ضمان الدولة لجميع أموال المواطنين. حاول البعض الاستثمار مجددا من دون أي رادع وطني، ضخوا الأكاذيب والشائعات وساهموا في تعميق أزمة الليرة اللبنانية وتسببوا بأزمة كبرى ودفعوا الناس إلى الشارع. وتحت ضغط الشارع اللبناني تعادت السلطات بضخ مزيد من العملة الأمريكية بالسوق في محاولة لإنقاذ الليرة، كما تأمل الحكومة اللبنانية في الحصول من صندوق النقد على أكثر من 20 مليار دولار. دفع التدهور الاقتصادي في لبنان ألاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ أكتوبر الماضي، وأسقطت التحركات حكومة سعد الحريري لتتشكل في مستهل العام الحالي حكومة دياب باعتبارها حكومة لا ينتمي أعضاؤها لتيارات سياسية، لكن المراقبين يعتبرون أن حكومة دياب تحظى بدعم واضح من حزب الله والتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس ميشيل عون. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت السيد أحمد عز الدين الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد، بعد التحية، قراءتك لأهم ما جاء في كلمة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بالأمس. شكرا، تحية لك للمشاهدين. أهلا بحضرتك. هو لم يقدم مثلا للناس، كانت هناك يعني مواقف سياسية ليس أكثر. اتهام الاخرين من الطبيعي في السياسه ان يكون ان يعمل خصومك لاسقاطك او لتسيير صورتك امام الراي العام، امر طبيعي. يعني تحدث عن
محاولات يعني عن لملمه ما زناه الذين سبقوا. هذا أيضا أمر طبيعي لأن حكومة حسان دياب هي جاءت على أنقاض الحكومة السابقة التي سقطت نتيجة ضغط الشارع، وبالتالي يعني الأزمة كانت معروفة لدى الجميع لا السياسيين ولا لدى العام، وبالتالي كان المفروض تحقيق بعض الأمور. يعني هي أعتقد أنها هي كلام في السياسة رد على المواقف السياسية ليس أكثر، هي توجيه للناس. طبعا كثير من الناس ربما يعني رحبوا فيها وربما يعتبرون ان رئيس الحكومه الحالي قد يسفل حسبه خلاص، ولكن حتى الان يعني كل السياسات التي تتبع يعني وخصوصا في موضوع الدولار الامور اعتقد انها تفتح الى مزيد من التازم وليس الى حلحله. الوضع الاقتصادي ليس هناك من اي رقابات على الاقتصاد، يعني السلع ترتفع بشكل جنوني، لا يكون ليس هناك من مراقبة أو محاسبة للمستوردين الذين يعني يفرضون أسعارا كما يشاءون بشكل الأسعار التي يفرضونها هي يعني مضاعفة عدة مرات. كل هذه الأمور أعتقد يعني أن الشارع لم يحتملها، والخوف يعني هناك خوف فعلي لدى الناس من أن يفلت الشارع أو أن تصبح القوى الأمنية عاجزة عن مواجهة ما يحصل في الشارع، يعني هذه الأمور. نعم. شكرا جزيلا السيد أحمد عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. وبانوراما النيل زالت تتواصل معكم مشاهدينا وفيها بعد أخبار الاقتصاد. استقالة رئيسة شرطة أتلانتا بعد وفاة رجل أسود أصيب خلال محاولة الشرطة اعتقاله. وصلنا وإياكم إلى أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، ويقدمها لنا محمد عبد الحكم. أهلا بك محمد. أهلا بك نيرمين، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: تنفيذ 7000 كيلومتر طرق بتكلفة إجمالية تصل إلى 175 مليار جنيه، أبرز إنجازات وزارة النقل خلال 6 سنوات. أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص القيادة السياسية المصرية على دعم الصناعة المحلية، وخلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرنس في ندوة بعنوان دور الحكومة في دعم القطاع الخاص، قالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص كاملة المرافق، مشيرة إلى أن وتيرة الإنجاز في المجمعات الصناعية الجديدة بإجمالية 13 مجمع صناعي تسير على أكمل وجه. شهد قطاع النقل تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تجسد في العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها بتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة. وفيما يتعلق بإنجازات القطاع في مجال الطرق، فقد تم تنفيذ أطول 7000 كيلومترات بتكلفة وصلت إلى 175 مليار جنيه، كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة تصل إلى 40 مليار جنيه، فضلا على أنه جاري تنفيذ مشروعات بتكاليف 86 مليار جنيه. وبلغت تكاليف المشروعات المنفذة بمتر الأنفاق نحو 33.1 مليار جنيه، وكذلك بلغت تكاليف المشروعات الجاري تنفيذها 200 مليار جنيه. وبشأن مجال النقل البحري، تم تنفيذ مشروعات بميناء دمياط بتكلفة ملياري جنيه، وكذلك جاري تنفيذ مشروعات أخرى بالميناء بتكلفة تصل إلى 2.9 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها بميناء الإسكندرية 1.8 مليار جنيه. أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق. وأشارت المشاط إلى أن المشروع يهدف إلى تجديد وتحديث خط مترو القاهرة بطول 44 كيلومتر وتحديث أنظمة الخطوط والبنية التحتية بالمشروع. وصرح وزير النقل كامل الوزير بأن التوقيع يأتي في إطار التعاون متعدد الأطراف بين شركاء التنمية، حيث تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
وبنك الاستثمار الأوروبي بالمساهمة بحزمة تمويل تصل إلى 605 ملايين يورو في تمويل المشروع. عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اجتماعا مع سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع الذي تم عبر آلية الفيديو كونفرنس أن التعاون الانمائي مع ألمانيا يعد أحد أفضل أشكال التعاون مع شركاء مصر في التنمية. وبحسب بيان للوزارة بلغ حجم محفظة التعاون بين البلدين 1.7 مليار يورو، تضمنت 48 مشروعا في مقدمتهم إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية ومحطات المياه والصرف الصحي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري ليصل إلى 2.6 مليار دولار خلال شهر مارس من عام 2020 مقابل 4.3 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة انخفاض تصل إلى 38.6%. وأوضح الإحصاء في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية تراجع قيمة الصادرات في مارس بنسبة 18% ليصل إلى 2.2 مليار دولار، كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 306% لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي مقابل 7.1 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد أولى تعاملات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين لجني أرباح المكاسب النسبية والتي سجلتها الأسهم في الأسبوع الماضي. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 570.7 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.9 مليار جنيه، منها 1.1 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي HX30 التعاملات على تراجع بنسبة 93%، وتراجع مؤشر HX100 الأوسع وبلغت نسبته 2%. أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد أن حجز وحدات الإعلان 13 لمشروع الإسكان الاجتماعي يبدأ اعتبارا من اليوم وحتى 4 يوليو المقبل. وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المشروع يغطي 10 محافظات هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاق وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومطروحة. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتضمن عدم تزاحم المواطنين على مكاتب البريد، وذلك حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا. نهاية الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد إلى زميلتي نرمين خليل. إليك نرمين. شكرا لك محمد. استقالت رئيسة شرطة أتلانتا من منصبها بعد أن تسبب شرطي بإصابة رجل أسود مشتبه فيه بجروح بالغة خلال محاولة اعتقاله، وهو ما أدى فيما بعد إلى وفاته. وبعد ساعات من الاستقالة أضرم محتجون النار في مطعم للوجبات السريعة، حيث وقع الحادث الذي أدى إلى وفاة ريتشارد بروكس البالغ من العمر 27 عاما. تعود الواقعة إلى أول أمس الجمعة، حيث أفاد تقرير رسمي بأن بروكس وجد نائما داخل سيارته عند مدخل المطعم، وهو ما أعاق طريق الزبائن ودفع موظفي المنشأة إلى الاتصال بالشرطة. وقال مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا إن الرجل كان مخمورا وقاوم الشرطة عندما حاولت اعتقاله. بالقرب من البيت الأبيض احتشد المئات من المحتجين بشكل سلمي للتنديد بالعنصرية وعنف الشرطة في وقت لا تزال التوترات متصاعدة بعد وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة قبل أسبوعين.
المتظاهرون رددوا هتافات وشعارات ضد ظلم الشرطة وقسوتها، حيث صدحت حناجرهم بعبارات لا عدالة لا سلام، ورفعوا لافتات تطالب بوقف التمويل لأجهزة الشرطة. ونظم المحتجون مسيرة باتجاه ساحة حياة أسود مهمة على طول أحد الشوارع القريبة من البيت الأبيض، حيث تم رسم عبارة حياة أسود مهمة بأحرف كبيرة باللون الأصفر. وخرج المتظاهرون في شوارع مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا احتجاجاً على وقعة إطلاق نار من قبل الشرطة التي أدت إلى مقتل رجل أسود نام في سيارته بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة جنوب المدينة. وجاء مقتل الرجل ويدعى ريتشارد بروكس في خضم احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة على خلفية وفاة فلويد، مما يهدد بعودة أعمال العنف من جديد. تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء فرنسا للتنديد بالعنصرية والعنف الذي يتهمون الشرطة بممارسته وسط تصاعد الغضب الشعبي إزاء شكاوى تطال عناصر من الجهاز، وذلك في أعقاب وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة. وشهد وسط العاصمة البريطانية لندن احتجاجات مناهضة للعنصرية. استمرارا للغضب الشعبي تجاه جهاز الشرطة على مستوى العالم، والذي انطلقت شرارته بسبب وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في الولايات المتحدة، تظاهر الألاف في أنحاء فرنسا للتنديد بالعنصرية وعنف الشرطة. المتظاهرون بوسط باريس رفعوا لافتات تطالب بالعدالة لأدامة تراوري، ذلك الشاب الأسود الذي قضي عام 2016 أثناء توقيفه، لكنها شهدت أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة. مظاهرات أخرى جرت في مدن من مارسيليا إلى مونبلي في الجنوب وصولا إلى نانت وبوردو في الغرب. قبل أيام قليلة أعلن وزير الداخلية أن الشرطة ستغير من أساليب اعتقال الأفراد، وهو ما يظهر أن المظاهرات مجدية ومهمة للغاية في أن نظل في حالة تعبئة. حال المظاهرات في بريطانيا لم يختلف كثيرا عما جرى في فرنسا، واحتشد المئات من المتظاهرين من حركة حياة السود مهمة وكذلك من جماعات يمينية متطرفة في مظاهرات منفصلة في العاصمة لندن، حيث اندلعت أعمال عنف بين الجانبين على الرغم من فرض الشرطة قيودا صارمة في محاولة لتجنب الاشتباكات. وفي ساحة البرلمان البريطاني ألقى بعض المتظاهرين زجاجات المياه والألعاب النارية على قوات الشرطة التي ردت بدورها بإطلاق الغاز المسيل للدموع. أما في التشيك فاختلف الاحتجاج، فرغم أنه كان صاخبا إلا أنه اتسم بالسلمية، ونظم المئات في براغ مسيرة احتجاجية ضد العنصرية دعما للمحتجين في الولايات المتحدة ضد الشرطة. وانتهت المسيرة بوقفة صمت لمدة دقيقة أمام السفارة الأمريكية بالمدينة. احتجاجات لا تزال تتواصل حول العالم للتأكيد على أن حياة السود مهمة، وأنه يتعين وضع حد للعنصرية تجاه المواطنين من أصل أفريقي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستكون قريبا في وضع يمكنها من مواجهة أسلحة الدول الأخرى التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده تتقدم على الولايات المتحدة في تطوير أنواع جديدة من الأسلحة. وتزيد واشنطن وموسكو قدراتهما الدفاعية وسط انهيار بعض اتفاقيات الحد من التسلح التي تعود لحقبة الحرب الباردة جراء تدهور العلاقات الروسية مع الغرب. وفي العام الماضي نشرت روسيا أول صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بينما تهدف وزارة الدفاع الأمريكية إلى نشر مثل تلك الأسلحة في أوائل أو منتصف هذا العقد. ما زلنا معكم مشاهدين الكرام ونتابع بعد أخبار الرياضة. الطائرات الورقية وسيلة للترفيه وكسب الرزق رغم القيود بسبب كورونا. اعتاد شباب شارع 10 بالجيزة صناعة الطائرات الورقية كإحدى وسائل الترفيه وكسب الرزق والتغلب على البطالة، خاصة في ظل أزمة كورونا. احنا في منطقة المساكن شارع 10
وموضوع الطيران دوت احنا بنعمله هو من زمان موجود بس احنا بنجدده كل سنه، وفي نفس الوقت عشان الشباب برضو ايه ما يلتجئش لاي حاجه غلط، فبرضو بيسلي نفسه وبيضيع وقت. عندنا مراحل، اول حاجه واحد بيقطع الخوص والتاني بيشد الحبل عليها وفي نفس الوقت برضو بيرسمها، بتطلع زي اللي شايف حضرتك دي ورانا كده. تقيسي الخوصه ثلاث خوصات يكون مظبوطين الاول، بعد كده تساوي الخوصه على اللي من هنا المقاس زي هنا، خلاص كده الطياره خلصت. كده بعدين بقى اللي يحصل الكيس يحط الميزان وعربه الديل تطلع الطياره. اخواتي الصغيره بتلف لي الطياره وبتجيبها لي، بقوم انا مكيسها زي ما انا مكيسها كده وبرسمها وبديها لاخويا الصغير يلونها بالالوان، عشان احنا برضك بنعرف الناس بنبيع الطياره غاليه ليه؟ بنبيعها عشان خاطر الالوان واللون دي اللي احنا بنجيبها غاليه. اول حاجه عشان ارسمها على الكيس لازم اكون مخططها الاول، اكون مخططها من ورا زي كده مخططها الاول، بعد كده لما بتركب تجيلي او انا حاطط الالوان كمان لازم تبقى تقيله، لازم تكون تقيله عشان ديت اول ما تعملها في ميه بتسيل من 3 ساعات لحد دلوقتي. ديت مثلا واخده مني 5 اقوم ببقى مخططها وبنزل او ملونها. وقت انا بحب فاهم اعمل ارسم طياره اطلع اشكال والوان، وممكن اعمل براك طياره في 4 طيارات، وبعمل نجمه في كوره برسم وشوش واشكال والوان، وديت اقل طياره انا عاملها. دي يعتبر اخر مرحله احنا وصلنا لها بقى، يعني انتوا صورتوا معانا وشفتوا الجماعه بيعملوا الطيارات ازاي وبيرسموا على الطيارات ازاي، دي اخر مرحله بنوصل لها ان احنا بنطير الطيارات زي ما انت شايف كده في السماء من على السطح ده، يعني ممكن من الساعة 6 بنقعد لغاية الساعة 4 بالليل ما بنزهقش. شو سبات مع بعضينا، يعني في مثلا حد حبيبي على السطح الثاني بنلغي بعضينا بالطيارات برضك، تمام؟ والفكرة جميلة. اللي بيكسب بياخد الطيارة بتاعت الثاني؟ اللي بيكسب بياخد الطيارة الثاني على طول. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام بانوراما النيل، وهو تذكير بأبرز العناوين. اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا غدا بشأن سد النهضة لتقييم مسار المفاوضات بعد اختتام الاجتماع الرابع دون اتفاق. رئيس الوزراء يتابع ملف الميكنة والتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية وبرامج تدريب الموظفين. أكثر من 100 وفاة بكورونا في إيران خلال يوم واحد، ومخاوف في الصين من موجة ثانية للوباء مع تزايد عدد الإصابات. شكرا لكم وإلى اللقاء.